اللي هو جوم الاولمبيك اللي مجري خسيره لغازي يسقط غازي تتقلى مره اخرى واحد اثنين تم حاليا من جرتين غازي شلوف هناك القصر زاويه الركنيه يعمل واحد اثنين مع غازي شلوف في وضعيه صعبه مع زوز لاعبين يخرج كره ممتاز لشرنية شلوف غازي ترجع لشرنية فما جرتينا هاي جرتينا هاي جرتينا غازي 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 اشرف ما توصلكوش توصل كرة حاليا ما فماش راية ويدخل الحارس يرفع غازي شلوف الكرة ويدخل الحارس مرة أولى هذه المرة أتم نعم دائما قريب من العمليات تتم الكرة في يد أحد المدافعين أقرب ياسر العملية واضحة والصفارة واضحة والأكسيون واضحة وضربة الجزاء واضحة لصالح نادي أولمبيك بندين أن تكون كان قريب برشا من العملية داخل عملية الحكم نضال طيف يصفر ضربة جزاء لصالح الأولمبيك لصالح غازي شلوف يلعب 36 دقيقة لعب هدية لكابتن كوتش الفريق وليد العطري الشلوف نواصل نور الحامدي على الشهيبي انا والشبيلي جوا يقربوا على سامي وعياض حموده في المقابل تشكيل فريق اولمبيك مدينة اليمنى يخلي غازي شلوف في محاوله في الوقت الايسر صعيب المرور ولكن الكي غازي صاحب الهدف الوحيد لحد الان يعني وجد نفسه في وضعيه صعبه صعب المرور صعب التمرير كذلك سدد الكره في دفاع السبيخة يخلي المدافع مستقبل السبيخة عمر بن ناصر يكون في التماس على مع غازي شلوف يحاول باش يعمل الفان غازي شلوف يسقط بكل ذكاء وبكل خبز أمين الحارس شرف الدين الغذاوي حارس المستقبل السبيخة والمخالفة يعني قد تبدو أو هي تبدو غنية خطيرة نظير الوقت الحساس الوقت اللي يمكن أن يكون وقت يعني تمريرة بنصيحة تمريرة بكلام من المدرب للاعبين تكون تمريرة بالقدم كما فعل غازي لأشرف الجمعة تصدم على هيا على شقازي يا غازي يعني ارتباك بين ارجل غازي يفقد التوازن كانت عمليه ممتازه جدا ذكيه برشا يعني تحمل عنوان تفاهم كبير بين علاء الدين صالح وغازي شلوف هنا يعني مكتفى حاليا في لعب الكره ثنائيه بين غازي وصالح غازي ياخذ الكره يحاول باش يخترق الدفاع يسقط ما يسقطش باش يدخل الدفاع وترجع
يدفع الكرة موجودة غازي شلوف. هاي غازي 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 في الرواق الأيمن حب يعمل المراوغة يحب يدخل منطقة العمليات. أسبق دفاع الرالوي إلى حد الآن منذ الدقيقة الخامسة للرالوي عن طريق محمد أمين بالرمضان. يرفع الكرة غازي شلوف غازي شلوف نحو أشرف جمع يعمل المخالفة. نعم واحد جرتي القصيرة موجودة غازي شلوف يسقط ويعطي المخالفة يتفاعل معها الجمهور في مكان يحبه جدا. غازي شلوف حامل قميص رقم 10 وحامل شارة القيادة في تشكيل فريق الأولمبيك يسدد كرة موجهة خاصة بالرجل اليسرى. رماه ترجع الكرة لغازي شلوف غازي أقرب لاعب لغازي تقريبا 10 متر حريب أحد اللاعبين يقرب أكثر لغازي شلوف حاليا تجي المساندة من أشرف في محاولة للعودة تترفع الكرة الحبيبي الأسود أسامة يرفع الكرة والحارس كرة قصيرة غازي شلوف يخرج ياخذ الكرة يدور به ثلاثة لاعبين شوف ثلاثة لاعبين يسقط وياخذ المخالفة ثلاثة لاعبين على حامل الكرة يعرفوا مليح أن مفاتيح اللعب عند هذا اللعب كل من يلمس الكرة غازي شلوف إلا ما يكون محاط بثلاثة لاعبين من لاعبي الرلوي يرفعها غازي للمجري التقاط فضائي يتم تدعيمها بين رغبة هذا وذاك ننتظر باقي ردهات المباراة يلعب فيها غازي شلوف وسط الميدان مع زوز لاعبين يتجاوزهم الاثنين يفسخهم الاثنين لعذيب قصيرة فما غازي يدور غازي يدور غازي معها الرياحي يمرر الكرة نعم ممتاز العملية الهدف الأول لصالح الأولمبيك ممتازة العملية ممتازة من أشرف من غازي شلوف ليه ياسر رياحي فهم غازي فهم غازي ومرة أخرى رياحي تجي كرة من غازي رياحي ورهية والريتري يدخل الدفاع ويكون قريب من غازي شلوف اللي سار بين ظفرين كرات ممتازة إلى حد الآن ترجع كرة من العذيب لغازي هيا غازي هيا غازي 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 بحذاه العذيب بحذاه شرنية 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 لغازي مرة أخرى غازي مع العذيبي العذيبي محمود العذيبي بدي الحبيبي غازي شلوف غازي غازي للرياحي صاحب هدف التسديد للأولمبيك يخير لغازي غازي للرياحي يرفعها يرفعها ذكية ترجع مرة أخرى لصالح الأولمبيك برهان القيبسي في الكرة ترجع لغازي شلوف ممتاز ترييد الكرة غازي 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 عز الدين لغازي يطلبها الرياحي وكرة لمازن ماذا يفعل يدخل الدفاع وفما رايا أسام أسام الدين الحبيبي قصيرة نحو غازي شلوف يدخل ما يدخلش نعم ماهوش في موقع تسلح حاليا اشكلاش ماذا أرضية مساكت للحبيبي الحبيبي شرنية شرنية مع غازي يخير كرة لغازي غازي شرنية يرفعها ما يرفعهاش يرفعها ضربة جزاء ضربة جزاء لنادي أولمبيك بدنين في 13 دقيقة لعب حكم المباراة كريم غازي شلوف يلا يا غازي يلا غازي يلا يا غازي يلا يا غازي يلا يا غازي والهدف الأول الهدف الأول لنادي أولمبيك بدنين غازي شلوف ممتاز العملية سيكون هذه الكرة غازي شلوف يلا يا غازي غازي ممتاز غازي مقدم ممتاز العملية الهدف الثاني لصالح الأولمبيك ممتاز جدا العملية ممتاز جدا حكيت على القلب النافذ حكيت على دينامو الفريق حكيت على غازي شلوف ممتاز غازي شلوف يلعب الباس واللعب مازن كلاش هو صاحب الهدف الثاني ممتاز يا مازن